السلام عليكم. اليوم رانا في المدينة الجديدة نتاع المسيلة، ونروح نشوف المشروع تاع المستشفى الجامعي نتاع المسيلة. السلام عليكم خويا، وين راه السبيطار؟ الشونتي تاع السبيطار صح. شكرا صاحبي. المستشفى الجديد نتاع المستشفى الجامعي نتاع 240 سرير اللي راه قيد الأشغال. نلاحظ هنا البناية هذه بالأبيض، هذا هو المستشفى الجديد نتاع المسيلة. مستشفى رائع، وهنا رانا في العملية تاع التهيئة تاع الطريق، تهيئة الطريق المحيط تاع المستشفى هذا اللي الأشغال يعني قريب راهي أشغال متقدمة على أي حال فيه. تقدم الأشغال ما لا بأس به، يعني مقارنة بالصور اللي كنت أجدها، وهي حقيقة الأشغال عندي بزاف ما كانت معلومات عن المستشفى هذا. الآن لاحظ أنه فيه تطور ملموس، الأشغال تقرب من النهاية نتاعها. هنا عملية تاع تهيئة المحيط نتاع المستشفى، وكذلك المهم هو أن المستشفى هذا يقع في المدينة الجديدة، المدينة الجديدة تاع مسيلة. Yeah.
المدخل الرئيسي هنا يا. ولاحظ انه الشركة اللي تقوم بالاشغال هي شركة كوسيدار. انا لاحظ التصميم على حسب التصميم بتاعه شركة كوسيدار اللي راهي قائمة بالاشغال. السلام عليكم. هذه هي حالة الأشغال تاع المستشفى الجامعي تاع 240 سرير في مدينة مسيلة. وهنا نلاحظ هذه بناية قابلة ما عرفناش واش فيها. هلوها المهم هو وجود هذا المستشفى في المدينة الجديدة تاع مسيلة، وهذا يعزز يعني القيمة للمدينة هذه. إذن هذا هو نترككم، نكتفي بهذا القدر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. Yeah.